رجعنا مرة تانية مشاهدي، نهارك سعيد ومستمرين مع بعض. وصلنا للأخبار الفنية وحال الفن في وسط عدم الاستقرار السياسي اللي بنعيشه داخل مصر والارتباك الشديد. عايزين نعرف أحوال الفن إيه والفنانين على مستوى السينما والتلفزيون وعلى مستوى السي ديز، أخبار الكاست إيه؟ هل في ركود ولا لسه إن شاء الله هيكون في تحفظ من بعض المنتجين، ولا هيكون في بقى مشاركة واستثمار وأكتر؟ يكون معانا النهاردة في الفقرة دي طبعا نائب رئيس تحرير جريدة عين الأستاذ عادل عبد الله. صباح الخير يا استاذ عادل. صباح الخير. عامل ايه؟ صباح الخير للساده المشاهدين. زي ما قلت كده في البدايه، يمكن عايزين نعرف اخبار الوسط الفني ايه منك، على طول بتمدنا بالاخبار الفنيه عشان نعرف الفن حاصل فيه ايه. يمكن عايزين نتكلم عن مسلسلات رمضان، لانه خلاص كل سنه وانت طيب، انا بتهيالي كده يومين وهيعدوا هنلاقي رمضان على طول داخل علينا. فاخبار المسلسلات اللي هتخش في رمضان ايه؟ والله احنا لو عملنا بسرعه كده يا ساره مقارنه بين رمضان السنه اللي فاتت او الدراما في رمضان السنه اللي فاتت والدراما السنه دي، السنه اللي فاتت كان في حاجه و80 مسلسل، السنه دي يعني تقريبا 40 مسلسل اللي هم فعليا في انخفاض يعني. بداوا التصوير فيهم. السنه اللي فاتت كان معانا نجوم كتير قوي، نجوم سينما كتير قوي، السنه دي قالوا برضو. السنه دي برضو بالمقارنه بالسنه اللي فاتت ان في زي ما اقول طفره لمجموعه من الشباب، ابتدوا كل واحد يعمل مسلسل باسمه. طبعا يوسف الشريف، امير كرارة، احمد صفوت، محمود عبد المغني، اياد نصار، يعني في مجموعه من الشباب هنشوفهم السنه دي، هنشوفهم هيبقى في شكل حلو قوي. من منافسه لصالح المشاهد، وبعد كده كمان في منافسه تانية بين نجمات السينما، منى شلبي، نيلي كريم، غادة عبد الرازق، هنشوفهم في رمضان ده. مي عز الدين. في منافسه برضو بين النجمات اللي هي الشابات برضو لصالح المشاهد. في منافسه من نوع اخر برضو بين الفنانه يسرى، الهام شاهين، برضو ايه اللي هم ايه عبله كامل. في نجمات برضو ليهم طبع خاص وليهم مذاق خاص تعودنا عليهم في شهر رمضان، برضو موجودين. وفي منافسه برضو في النهايه هيستمتع بيها المشاهد. السنه دي بيغيب عننا برضو، رغم ان بقاله كتير قوي ما غابش عننا من شهر رمضان، الفنان الكبير يحيى الفخراني، دكتور يحيى الفخراني. بس برضو مش هنتحرم منه، هنسمعه في قصص النساء في القران. الله. من خلال برنامج اللي هو الشهير كان بيعمله، هيبقى في الراديو. هو العمل ده هند جميل صبري قوي. طبعا هو هند صبري. السنه اللي فاتت كان في مسلسلات زي ما اقول باتت، ما كانش ليها حظ ان هي تنزل في 2013، زي مولد صاحبه غايب للفنانة هيفا، وفي باسم سمرة وفنانة كبيرة، وطبعا في عبده، في كف عفريت برضه اتذاع، في كذا، ويأتي النهار فنانة فردوس عبد الحميد، في كذا مسلسل كانوا بيتين، ذات نيلي كريم من السنة اللي فاتت هيتذاعوا السنة دي. يعني هي دي نظرة يعني سريعة كده. يعني مسلسل مولد وصاحبه غاية ده خلاص يعني هيطلع للنور في المفروض 2013؟ في شهر رمضان اللي جاي ده كده في 2013، بس في بعض المشاهد لسه متبقية، نقول أسبوع للهيفا وحسن رداد وباسم سمرة المفروض هيصورهم الأيام الجاية دي وينتهي. يعني زي ما أقول دي نظرة شاملة كده على المسلسلات اللي هي خلال 2013. في الفنان طبعا عادل امام موجود بمسلسل العراف السنه دي للسنه الثانيه على التوالي. السنه اللي فاتت كان طبعا فرقه ناجي عطا الله. طبعا يعني دي كده شكل المسلسلات السنه دي كده كويس. يعني على قد ما في انتاج اقل من السنه اللي فاتت، يعني 2011 كانت اكتر من 2012، 2012 اكتر من 2013، في انخفاض في عدد المسلسلات هتكون موجوده في طبعا. دراما 2013 ده ليه اسباب على فكره. إيه؟ يعني طبعا المعلن نفسه ما بقاش مقبل على القنوات بشكل مثلا زي الاول كده، بقى مقلين. معظم رجال الاعمال ما بقتش متواجده، مشروعاتهم نقلوها بره، معظمهم الباقي في السجون اللي كانوا بيعملوا اعلانات. فطبعا بعد كده تانية ان في قنوات دلوقتي ابتدت تفتح بتعمل اعلانات بمبالغ 250 جنيه، ممكن تعمل اعلان جنب اعلانات الحلل والمطابخ والسجاد وكلام زي كده، بتقبل اعلانات باي شكل. حاجه ثالثه كمان ان القنوات ما دفعتش مستحقات اللي هي المنتجين من السنه، يمكن مش رمضان اللي فات، ممكن رمضان 2010 2011 لسه ما زالت. في عايز اقول لك ان في منتجين السنه دي ما عملوش حاجه، كارثه،
منتجين كبار يعني، يعني كينج توت عصام شعبان وهشام شعبان السنه دي ما عملوش حاجه، كان عندهم مسلسل صقر شاهين ما اتذاعش السنه اللي فاتت، دلوقتي هيتذاع السنه دي، ما عملوش حاجه السنه دي. في منتجين تانية برضو يعني ما عملوش حاجه، حاجه صعبه قوي يعني. ده بسبب زي ما قلنا ان مستحقات اللي ليهم ما خدوهاش، وبالاضافه الى طبعا اجور الفنانين اللي هي بقت كتيره، فما يقدروش ايه طبعا يسددوها عشان ما فيش قنوات، مفيش قنوات بتدفع المبالغ الكبيره. في تفاوت كبير قوي ما بين انه في عجز شبه عجز يعني في انتاج المسلسلات والدراما عموما والافلام، وفي تفاوت كبير جدا يعني في مفارقه الحقيقه غريبه قوي، عجز وفي نفس الوقت الفنانين بياخدوا مبالغ رهيبه. لا لا برضه ده يعني مما شك فيه ان بعض الفنانين قللوا اجورهم، ما بياخدوش زي كل طبعا طبعا ما بياخدوش زي السنه اللي فاتت. وبعد كده دي بالتراضي، في علاقات بتبقى حميميه ووديه بين المنتج وبين النجم الكبير، فبتبقى بيوصلوا المبلغ ان هو ما يحملوش يعني، بيبقى كمان المنتج بيدخل النجم في كل التفاصيل الكبيره والصغيره، ان هو التسويق وصل فين سواء في قنوات خارجيه او في قنوات مصريه، سوقنا ما سوقناش، المسلسل اتباع بمبلغ قد ايه، وصلنا لمبلغ قد ايه، السنه اللي فاتت كنا بنبيع قبل كده بكام الف دولار في الحلقه، السنه دي نزل قد ايه، فبيعيش النجم في كل التفاصيل دي، وهو بالنسبه له يعني لازم يشارك معاه لان المسلسل باسمه وبيبيع بيه، فلما ينزل المستوى ده يعني لازم يعيش برضو الحياه الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد، لازم يبقى مشارك فيها. ففي معظم فنانين نزلوا اجورهم، خفضوا اجورهم، يعني دي حاجه مش مفاجاه الحقيقه يعني. هو المفروض انه الناس اللي بتاخد طبعا ارقام يعني كبيره قوي طبعا، احنا مش بنحسد نمسك الخشب يعني طبعا اكيد، لا يعني. طبعا اكيد، لانه احنا عندنا فنانين كبار يستاهلوا ان هم فنهم يتقدر بالمبالغ دي، ولكن انت عارف الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي. طيب الفنانه غاده عبد الرازق السنه اللي فاتت كانت عامله مسلسل ناجح جدا مع سبق الاصرار، السنه دي المفروض في عمل اخر. المفروض هي دلوقتي غاده عبد الرازق عملت شركه انتاج باسمها مع المنتجه مها سليم، وعاملين دلوقتي شركه اسمها ام جي، والشركه دي دلوقتي بتنتج مسلسل اللي هو غاده عبد الرازق الجديد اللي هو اسمه حكايه حياه. اوكي. ومعاها مجموعه من الفنانين كتير قوي، رزان المغربي، واخراج طبعا محمد سامي اللي هو برضه تالق معاها السنه اللي فاتت، ومعاها طبعا طارق لطفي. مجموعه طارق لطفي ومعاها رزان المغربي، معاها مجموعه حلوه قوي برضو اختارتها، برضو اختاروها، وبتنتج برضو نفس الشركه مسلسل تاني اسمه والده باشا، بطوله لوسي وبرضو مجموعه كبيره من باسم سمره بالظبط، وايتن عامه، مجموعه كبيره من الفنانين برضو دي من انتاج نفس الشركه يعني. ففي برضو ما بقول لحضرتك ان في منافسه برضو من غاده عبد الرازق السنه دي، مصممه ان هي تستمر في نفس النجاح اللي حصل السنه اللي فاتت. وعايز اقول لك من يعني من كواليس الاوساط الفنيه، ان دايما يعني ايه يتكلموا على المسلسلات قبل ما حد يشوفها، يقولوا مثلا مسلسل غاده عبد الرازق فيه ملابس مثيره، ملابس عاريه، أيوة لازم شويه تسريبات كده، الحاجات دي هتوريها خلال الشهرين الجايين، دي حاجات دعائيه زي ما بيقول الشركات الانتاج بتبقى مبسوطه بيها، وممكن تكون هي المصدر الحقيقي ورا الاشاعات دي بالظبط. ان غاده عبد الرازق اتخانقت مثلا مع رزان المغربي في اثناء التصوير، دلوقتي في مسلسل تاني اسمه الشك، في مجموعه كبيره من الفنانين، مي عز الدين، رغده، ريم البارودي، مجموعه كبيره قوي من الفنانين، هتبص تلاقي الايام الجايه عندنا هو مسلسلات اهو كام كبيره هم المسلسلات هتبص تلاقي كتير. منتشر بقى ان فلانه بتتخانق مع فلانه عشان خاطر الغرفه، عشان خاطر الملابس، عشان خاطر الماكيره، عشان خاطر الكوافير. برضو انتشر الايام اللي فاتت ان في روبي في مسلسل اللي هو بدون ذكر اسماء، برضو انا عايز اقول لك ان روبي احنا سمعنا شويه تفاصيل ده فعليا، ان روبي اتخانقت او عملت يعني مشكله على موضوع التترات، ان عايزه اسمها يكون قبل حوريه فرغلي واحمد الفيشاوي. عايز اقول لك ان الاثنين روبي وحوريه اصدقاء جدا، دي حاجه. وعايز اقول لك تاني ان دايما 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 المنتجين او اللي هم المسكين الميديا الاعلاميه في المسلسلات او الشركات بيستغلوا روبي أسوأ استغلال، يا اما يقولوا ان هي اتخانقت، يا اما يقولوا ان المخرج اتخانق معاها عشان ملابسها، يا اما وهي عايز اقول لك ان هي
فنانه طيبه جدا، فنانه في حالها جدا، وزي ما اقول لك كانت تربيه شريف، دكتور صبري. شريف صبري، واللي هو يعني خلاها ان هي ايه، اللي هي تمشي جنب الحيط، ان هي ما تتكلمش حد، اللي هي مالهاش دعوه بالصحفيين، مالهاش دعوه بالملحنين اللي هي بيعملوا لها اغانيها، فهي تختلف عن هو عم هو يظهر في الاعلام. صوره كبيره قوي لناس كتير مالهاش علاقه بالواقع، بتخاف من خيالها كده، تخيلي بقى. يعني فدايما بيسيئوا ليها في الاعلام، مش عارف ليه. دي معلومه جديده وكويس انت وضحتها للناس برضو عموما، لانه الناس بتتاثر جدا بالكلام والبهارات اللي ما بقولك. دي طبيعي بتاعتها. الفتره الجايه دي هنسمع من حاجات دي كتير قوي. طيب احنا فلانة عندنا مع فلانه مش عارف ايه، المخرج قال مش عارف ايه، الدنيا طيب ايه. عندنا احمد مكي كمان موجود في عامل كبير قوي، 13 كبير قوي رقم 3، وعمل اللي هو المسلسل طبعا الكوميدي هو ودنيا سمير غانم، عمل جزئين قبل كده وده الثالث فيه، وهو شغال فيه في تصويره برضو. ويعني يا ترى بقى هاني سلامه نزل بالداعيه ولا هيتاخر بقى السنه دي؟ لا لا لا، ابتدى يصور الداعيه. ويعني هاني سلامه ما كانش موجود في دراما خالص السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان موجود كريم عبد العزيز، وكان موجود يعني مجموعه من الفنانين، محمد سعد. السنه دي بقى اختلفوا بقى، يعني بدلوا المقاعد زي ما بيقولوا. السنه دي مش موجود بقى كريم عبد العزيز، مش موجود محمد سعد، موجود هاني سلامه، عامل مسلسل الداعيه برضو هو وبسمه. فانا اعتقد يعني حته اللي هو قبول بالنسبه للجمهور دي مش هنحكم عليه قبل ما ايه، قبل ما نشوفها يعني. ف سمعنا انه في برضو احمد حلمي في مشروع تسجيل صوتي. لا كان في موضوع عمده ميسي وده توقف، هو بس شركته بتنتج مسلسل اسيا اللي بتقوم ببطولته زوجته منى زكي. شركه مين؟ شركه احمد حلمي. بتنتج مسلسل اسمه دنيا اسيا. دنيا اسيا. بطوله منى زكي. منى زكي بالظبط. تمام. نروح بقى للكاسيت والسي ديز ونشوف اخبار الركود فيه عامل ازاي. هل في لسه عزوف من المنتجين ان هم يكتروا ويكونوا موجودين ويستثمروا فلوسهم في السي ديز، ولا الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ والله صار انا بصي يمكن هتكلم عن وضع المزيكا والكاسيت، وانت اكتر واحده حاسه بيه يعني، لان انت عايشه في وسط برضو المزيكا والاغاني. عايز اقول لك الحال بتاع الكاسيت صعب جدا 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 يعني. اللي خلى المنتج الكبير محسن جابر يقول انا هعتزل الانتاج وانا هبعد لان انا ما اتعودتش اخسر، دي يبقى في على طول في مشكله حبوة. كبيره قوي. دلوقتي في معظم الفنانين عاملين مخلصين البوماتهم، محمد فؤاد مخلص البومه من كام يوم، كنت بسمع البوم محمد محي الجديد، حاجه عامل حاجه جامده جدا. محمد بقاله 5 سنين ما عملش البومات، اخر حاجه مظلوم، عامل البوم حلو قوي برضه، مستني حال السوق. اخر البوم نزل تامر حسني، انا اعتقد ان هو انعش سوق الكاسيت وخلى محلات الكاسيت تتبسط شويه قوي، على الرغم من عدم وجود تامر اثناء الالبوم. تامر موجود في امريكا بقاله كذا فتره بيسجل هناك البوم مع شركه اجنبيه وبيصور برضو الدوتوهات، لكن الالبوم الحمد لله باع. عايز اقول لك الالبوم اصدقائه بقوا عاملين له دعايه على النت ان تشتري الالبوم الاصلي، السي دي الاصلي، ما تعملش داونلود. يعني كان في الفانز بتوعه عملوا مواقف حلوه قوي، عملوا احتفالات في كل المولات. سوق الكاسيت بيقول غير كده يعني، بيقول شويه انه لا برضو في ركود، السي دي ما نزلش انعش الدنيا قوي، ده فعلا ولا لا؟ انا عايز اقول لك لا، هو لما بينزل ولا بالنسبه بينزل عمرو دياب، ينزل شيرين، ينزل امال ماهر، كسرت الدنيا بالبومها الاخير يعني. في بعض الالبومات الدعايه ما كانتش كتير يا استاذ عادل. ليه؟ ما هو الدعايه عشان يعني في ناس لحد دلوقتي كان بتخاف. علمك عندها ما عندهاش فكره انه الالبوم نزل بشكل حقيقي اللي هو بتاع تامر ولا بتاع، لا هو عامل دعايه يعني. هو رجع في الالبوم ده لشركه في ميوزك نصر محروس طبعا، وانا اعتقد ان بصمه نصر محروس ظاهره في الالبوم ده. وبعد كده دي شجعت نصر ده من الناس اللي هي ستار ميكر كويسين قوي، ودلوقتي ابتدى يفتح نفسه ان هو يرجع يقعد بعد ما كان قاعد في الجونه في الغردقه، ان هو يعمل بيجهز البوم دياب المفروض نازل خلال الايام الجايه. دياب اللي هو كان عامل غمازات بيجهز برده السومه، بيجهز بهاء سلطان، فدي حاجه تشجع السوق الكاسيت ان هو يبتدي ينتظر بقى في البومات تانية. محمد فؤاد، في شيرين، لو البوم بهاء الاخير حقيقه كان في شغل حلو جدا جدا. انا بص بثق في نصر محروس يعني، زي ما بثق برضو في محسن جابر، في طارق عبد الله، في ناس
يعني ليهم بصمه، لان دول مش تجار، دول فنانين بيحسوا بالاغنيه قبل ما يوافقوا عليها، يبقوا قاعدين عاملين ورشه وليهم علاقات قويه مع كل المنتجين الملحنين والمؤلفين، وبيقعدوا يعملوا ورشه بيطلعوا اغنيه بيبقى عارفين الناس عايزه ايه. عندك ودي حاجه كويسه قوي يعني. مظبوط كلام، مظبوط جدا. الفنانين يمكن في الفتره الاخيره دي اتجهوا بقى للاذاعه، لان هم يقدموا برامج سواء في الاذاعه او في التلفزيون، ودي يعني موضه بقت منتشره جدا الحقيقه. يعني تقريبا كل فنان دلوقتي له تجربه ومسابقات، اللي بيقدموا برامج مسابقات وحاجات زي كده. هل هم بيتجهوا لتقديم البرامج لانه في عزوف من المنتجين عن انتاج المسلسلات والافلام، ولا ايه؟ ولا دي موضه وهتنتهي، ولا دي ايه؟ عايز اقول لك ان الظاهره دي انتشرت زي العدوى كده. المرض لما بينتشر في كل الفنانين، انا عايز اقول لك انا كل يوم بقعد مع فنانين كتير جدا كلهم عايزين يعملوا برامج بلا استثناء، من كبير لصغير لقد كده. ممكن اعرف ايه السبب؟ يعملوا عايز اقول لك، اولا بقت فيها عائد مادي كبير قوي، وهم دايما ما بيحبوش يضيعوا وقت. ماما بيستضافوا، ما يحبوش يضيعوا وقت. لا، لما يعمل 30 حلقه بيبقى في مبلغ كبير يعني اجمالي بالجمله كده، بدل ما يعمل حلقه ولا حلقتين. يعني مش بس انتشار، هو كمان انتشار وبعد كده سبوبه، يعني عائد مادي كويس قوي. بالنسبه لهم عائد مادي في عدم في وجود، عايز اقول لك ما فيش مسلسلات، ما فيش افلام، هو سيزون واحد رمضان بالظبط. فهم بيشتغلوا حلو قوي. في بعض بيقول تجربه نجحت بنكمل، ما نجحتش ما فيش مشكله، مش هنخسر حاجه، بالعكس احنا هنكسب. عايز اقول لك ان كمان الفنان محمد هنيدي بعد ما عمل مسلسل عمل برنامج مسابقات، دلوقتي بيعمل فوازير. يعني محمد هنيدي ما بيضيعش وقت يعني. ما شاء الله يعني، عشان ما شاء الله ما بيضيعش وقت. مش عارف بكره هيعمل لنا ايه يعني. احنا دلوقتي ما بقيناش نشوفه في افلام ولا مسلسلات، بقينا نشوفه في برامج وفوازير بعد كده. حتى اعتقد انه ده افلاس فني، مش افلاس. لا هو بص، حاله الركود اللي بتمر بيها السينما خلت الفنانين يتجهوا للدراما لبابين. الباب الاولاني الدراما التلفزيونيه، طبعا باب مفتوح وعلى مصراعيه، والمنتجين بيحاولوا ان هم يحتضنوهم ويكسبوا الهجوم اللي هم جاي عليهم. والباب الثاني اللي هو البرامج، والقنوات فاتحه برضو الابواب على مصراعيها، وبعد كده برضو بترحب لما يكون نجم وليه اسمه وليه كاريزمته وليه شعبيته، ويجي يقول عايز اعمل برنامج، طبعا بيرحبوا بيه. وخاصة لما يكون كمان ان هو متهود في اجره، يعني ما بيبقاش داخل على طمع يعني، فبيرحبوا بيه، وبالنسبه لهم مكسب كبير. بس انا اللي انا شايفه ان معظم الفنانين فشلوا في تقديم في مقعد المذيع. يعني انا شايف ان هم حتى بيعملوها يعني سبحان الله. يعني انت كاريزمتك في التمثيل وكاريزمتك في ان انت ازاي تقدر توصل لي يعني التمثيل اللي هو الضحكه عندك. كمان من ضمن الحاجات اللي بقينا بنشوفها بكثره جدا هو انتشار برامج اكتشاف المواهب وظهور النجوم فيها كلجنه تحكيم. شايف انه ده الانتشار ده عباره عن انا عايز اعمل لها منشيت زرة كده، دي السبوبه الكبرى بجد، دي بيضحكوا بيها على الناس. عايز اقول لك ان من اوائل اللي عمل الكلام ده طبعا طارق نور، كان عمل ستار ميكر زمان جدا وطلع منها. بالظبط زمان، وطلع منها كانت لجنه تحكيم ملحنين وناس سميعه وبتاع، مش مطربين بيحكموا على مطربين زيهم. دلوقتي بقى على فكره بقت سبوبه بيعملوا فيها الناس بتتصل، بيضحكوا على الناس، بيتصلوا كتير قوي. عايز اقول لك الاتصالات دي بتجيب مبالغ ملايين مهوله كبيره جدا. والشركات الانتاج اللي هي بتعملها مش التلفزيونات، الفنانين اللي هم اللي بيظهروا بياخدوا مبالغ يعني عايز اقول لك كبيره جدا عشان مقابل الظهور. وفي النهايه الناس دي بتضيع احلامهم بعد ما يوصلوا. انا عايز اقول لك من 6 سنين ستار اكاديمي ده طلع مين؟ فين الناس اللي طلعت كذبت؟ بيعملوا ايه؟ عملوا لهم محدش تبنى. يعني انا دلوقتي يعني لما انا اعمل برنامج زي كده المفروض يعني اتبنى اللي هي النجم اللي طالع ده، اعمل له البومات، اعمل له استوديوهات، اصنع يبقى ستار ميكر. ستار ميكر يعني اصنع النجم زي ما بيعمل ناصر محروس، بيطلع بيجيب الشاب يكون واثق فيه زي ما عمل تامر حسني، يدربه ويلمعه ويقدمه بشكل كويس. بالظبط، عمل شيرين، قدم لينا
اصوات حلوه وخلى الناس تستمتع. لكن دلوقتي الناس دي بتكسب بيقولوا ان هم كسبوا مش عارف ايه فلوس بتاع، بعد كده يختفوا اختفاء تمام. فين محمد عطيه؟ فين اللي هم بالنسبه للمصريين؟ في ناس كتير جدا طلعت من ستار اكاديمي محدش عارف عنهم حاجه. ما تنكرش ان الناس مبسوطه ومستمتعه جدا وبتقعد تستنى البرامج دي وتتفرج عليها ويتفاعلوا جدا مع المتسابقين ويزعلوا ويتضايقوا ويسسبنس يعني. في ما هو عايز اقول لك ما بيضحكوا بيقدروا ازاي يضحكوا على الناس يعني. ده الذكاء من المعلمين او الناس المنتجه ان هي ازاي يقدروا يكسبوا تعاطف الناس. وما هو على فكره يعني عايز اقول لك حاجه، ان في بعض اللي كانوا مشتركين في بعض المسابقات دي كانوا بيجي يحكوا لي يقولوا لي يعني بيتعمدوا ان يخلوا بينا مشاكل عشان تبقى فيه سخونيه، ويتعمدوا يطلعوا علينا اشاعات ان البنت دي مثلا ما انت مع فلان الفلاني بتحب فلان الفلاني، و يعني بيبقوا مبسوطين قوي شويه اللي هو الحاجات اللي هي الدعايات الساخنه دي عشان الناس ترتبط بيهم، لان ما فيش بدون دعايه بدون اشاعات الناس ما بترتبطش. فهم بيعرفوا ازاي اذكياء. بس هي انتشرت قوي يعني، الموضوع بقى كتير في كل القنوات جداً دلوقتي جدا جدا بقى لدرجه الملل يعني. والناس هتمل في النهايه، الناس هتعزف على مشاهده مثل هذه البرامج يعني، وخاصه لما يكتشفوا ان هي وهم. ده بيبيعوا الوهم للناس فعلا يعني. يعني انا يعني كان نفسي اتكلم معاك اكتر لسه عن السينما وعن حاجات كتير، ولكن السينما بسرعه ممكن نقول ان في مشكله في فيلم نزل في السوق دلوقتي، يعني منتجينه بيصوتوا، لان من اول ما نزل من اول يوم اتسجل ونزل على النت ايمن بهجت قام بيصرخ في النت بيقول يا جماعه حرام عليكم جهد الناس وفلوس الناس فيلم احمد مكي الجديد. فطبعا نصيبه كبيره قوي، واحنا بنقول يا جماعه يعني السينما كده صناعه السينما معرضه للانهيار بسبب قرصنه النت. طبعا دي مصيبه يعني، ما بعدها مصيبه بصراحه، لانها بتخسر يعني صناعه، مش هيبقى في صناعه ملايين. شيرين عبد الوهاب رجعت لزوجها الموزع محمد مصطفى، اعتقد اشاعات يعني. اشاعات، اوكي. نتمنى لهم يا رب الخير ان شاء الله ويرجعوا لبعض تاني لو في نصيب يعني. وبشكرك جدا استاذ عادل على وجودك معانا النهارده، وميرسي على المعلومات اللي مدتنا بيها. في نهارك سعيد، وبنستناك دايما كده كل اسبوع. شكرا. خلاص مشاهدينا، كده بنختم يومنا النهارده في نهارك سعيد مع الاستاذ عادل عبد الله نائب رئيس تحرير جريده عين، وخدنا منه كل المعلومات اللي عايزين نعرفها عن الدراما بقى في التلفزيون والسينما والسي ديز والبرامج وكل الفنانين، حاولنا نعرف اخبارهم منه النهارده. سيبكم بقى مع يوم جميل ان شاء الله، فبنتمنى لكم نهار سعيد، ونشوفكم بكره وكاست عمل جديد. نهاركم دايما سعيد.